قال والحمد لله تملأ الميزان. الحمد هو الثناء على الله عز وجل محبة وتعظيما، وهو يختلف عن المدح، لأن المدح قد يقع دون محبة فضلا عن أن يكون فيه تعظيم، أما الحمد فإنه لا يقع إلا محبة وتعظيما، ولذا لا يستحق الحمد على الوجه الأكمل إلا الله جل وعلا. ولعظيم معنى الحمد افتتحت به أعظم سورة نزلت من السماء، وهي سورة الفاتحة. ولعظم مكانة الحمد عند الله عز وجل صار مطلوبا، بل لا تصح صلاة الإنسان قط إلا بأن يقرأها أو يسمعها في كل ركعة: الحمد لله رب العالمين. وأيضا من دلائل فضل الحمد وحب الله عز وجل له هذا الحديث، حيث قال والحمد لله تملأ الميزان. أي ميزان؟ ميزان العبد يوم القيامة إذا لقي الله جل وعلا ووجد فيه هذه الكلمة فإنها تملأ ميزانه. وكذلك دلت السنة كما في الصحيحين على أن قرن الحمد بالتسبيح مما يثقل به الميزان أيضا، وهو من دلالات الملء، فإن الميزان إذا امتلأ ثقل. ثم قال وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض. الله أكبر، كم تكلف الإنسان هذه الكلمة حينما يقولها؟ والله لا تكلف شيئا، ولكن المحروم، ولكن الحرمان لا حد له. وإلا فلو تأمل الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه لو أردت أن تقولها لن تستغرق منك أكثر من 5 دقائق، أبدا لن تستغرق منك أكثر من 5 دقائق.